كان تقابل مع فريق اسباك البنيني، كان انتصر عليه بخمسة اهداف كامله مقابل صفر. قبل ما نحكيه مع خليل على المقابله هذه، هات نشاهدوا بعض الصور من المقابله انتصر فيها الترجي في كاس ربيع الابطال. نشاهدوا الصور ثم نرجع. Aujourd'hui, on n'a rien vu de la part de l'équipe ASPAC. Non, c'est pas qu'on a rien vu, mais c'est surtout le premier mi-temps. Tu as vu le deuxième mi-temps, on a joué le premier 15-20 minutes, c'était dur pour nous. Donc, on était joué le défense en ligne et ça n'était pas marché. Donc, c'est à cause de ça on a pris. Tu sais qu'en 10 minutes, on a pris 2 buts. Donc, ça, c'était dur pour nous. Mais le deuxième mi-temps, on a joué sur le conseil de coach et ça a été marché. Votre première participation et premier but? Bon, je suis très content, surtout avec l'équipe, quoi. Je suis vraiment content avec les premiers matchs aujourd'hui, premier but. Je suis très content, Inch'Allah, je vais continuer comme ça. J'ai les compétitions, j'ai la Coupe d'Afrique, Champions League, victoire. Inch'Allah, nous avons le retour, victoire autre. Il y a 5 blés, B, score B. باش نمشيو ان شاء الله غادي اموا مرتاحين شويه. انتصار 5 اهداف يغني عن كل تعليق، لعبنا كره باهيه والحمد لله ربي فرحان باللقاء في العوده نتاعي ان شاء الله. اخي شفنا اليوم دوزيلي خدموا برشا انت وافول، شفت حتى نبيل معلول كان يوصل فيكم قبل المقابله، خدمه كل كانت على لاتيرو. اي خاطر هما مسكرين لاكس برشا دونك فما لي زيسباس على جناب. صحيح تعب شويه طلوع هبوط، مي اهم حاجه اللي ماركينا 5 بونتوات ومشيو الغادي مرتاحين. ان شاء الله نكملوا كي في المردود هذا في الفورم هذا الناس الكل. ان شاء الله نكونوا حتى في الروتور لازم نكونوا فايقين شويه، خاطر 5 بلاش بون هي ريزولتا مرتاحه شويه، اما لازم نكونوا فايقين. ماتش احنا سهلناه راهو بور دير فغي، احنا سهلناه راهو كان ربحنا 2-0 راي دي كيستيون اخرين او ايتي بوزي ونحكيو في حكي اخرى من الماتش احنا سهلناه من الاول. اون انسيستي على لونتام لو ماتش على بدايه الماتش باش ما نخليوش لادفيرسير يدخل في الماتش، خاطر تعرف لي زيكيب افريكان هذوما اي سون كابابل باش يعملوا لك مباراه كبيره كما اي سون كابابل باش يعملوا مباراه اقل من المتوسط. خليناهم معناها هما جايين يلعبوا ضد ليسبيرونس، ليسبيرونس عملت كومباني كبيره عملناها في الشامبيونز ليغ، وصلت للفينال، ربحت فرق كبيره في الشامبيونز ليغ، دونك جايين خايفين، ما خليناهمش خليهم يقعدوا يخافوا وباللعب. و جو سوي ساتيسفي سورتو معناها من روندمون اتليتيك نتاع الملاعبيه مارغري اللي مانيش اون موك دو ريتم في الشامبيونان، لكن اتليتيكمون نيتي بخي. برشا لاعبين اللي كانوا بعاد عن الكومبيتيسيون كيما درامان كيما ريسون افول كيما بانانا كيما وجري بوعازي خاد العياري، خليناهم في نسق طيب ان شاء الله نوصلوا هذا النقائص اللي لقيناها الكل كاطار فني نتلافوها في المباراه الاياب ان شاء الله. في غياب الجماهير نتاعو وكذلك في غياب المقابلات الرسميه، الترجي التونسي ينتصر بخمس اهداف مقابل صفر. خليل يظل لي مقابله سهلتوها خاصه بعد تسجيلكم الاهداف في بدايه الشوط الاول. صحيح بدينا بدايه باهيه برشا، ضغطنا كما يلزم على المنافس،
البونتوات سهلونا المباراة، ومن بعد كنا نجموا نماركيو أكثر من 5 أهداف. مي المفيد النتيجة 5-0، ولازمنا نحضروا ماتش للروتور، ما لازمناش نستسهلوا المنافس ونكملوا غاديك باش نترشحوا. النتيجة كانت ب5-0. بالنسبة ليك خليل، كيفاش ترى خاصة مقابلة العودة؟ باش تكون صعيبة، هذه حاجة ترى باش تكون صعيبة مع منافس، تكون صعيبة مش في تواضع الإمكانيات نتاع المنافس، مش على المنافس، تكون صعيبة على برشا حاجات يدخل، تعرف الأفريق، حرارة الطقس، حطوا برشا حاجات. دونك عملنا با كبيرة، إن شاء الله نكملوا غاديك الجزء الاخر ان شاء الله. خليل، علاش شفنا في الشوط الاول شفنا مردود الترجي الذهبي التونسي، علاش ما استغليتوش الضعف او تواضع المردود نتاع المنافس؟ ما شفناش الترجي التونسي قدم قدام في الشوط الثاني وسجل اهداف اخرى. بون، ناقصنا راهو ريتم ماتشوات بعد النتيجه في الشوط الاول، بعد قعدنا جايين الماتش ما حبيناش نقبلوا هدف، وجات الفرص، النجاح هي اللي نقصت، جات الفرص في الشوط الثاني، ضيعنا ضرب جزاء، كاو 5-0، نتصور نتيجه طيبه برشا. يعني في مقابله العوده باش تكون الحظوظ نتاع الترجي التونسي وافره في لقاء العوده، خاصه بعد تسجيل 5 أهداف كامله. بالنسبه ليك خليل، اثر عليكم غياب الجماهير نتاع الترجي التونسي في المقابله هذه؟ اثر بالطبيعه، جمهور الترجي ولا جمهور التونسي جينيرالمون يعطي دفع لجمعيته، وجمهور الترجي عندي انا لاعب اضافي. جماهير الترجي التونسي كانت غايبه في المقابله، لكن كاميرا قناه حنا بعد كانت حاضره في بعض الاماكن العموميه، صورت جماهير الترجي اللي كانت تشجع في فريقها في المقابله نتاعو نتاع كاس ربيط الابطال الافريقيه. احنا تابعنا جماهير الترجي التونسي اللي حكيت على المقابله هذه، كيفاش كان ردها او رد فعلها بعد المقابله؟ شاهدوا مع بعضنا ثم يرجع. كيفاش توقع مردود الترجي اليوم للجمهور؟ مردود الترجي من غير جمهور حقيقة ميدان، حقيقة ميدان، تعرف الجمهور حضروا بالكدا، إن شاء الله يعطيهم عندهم ويعوضونا اللي نحن ما مشيناش اليوم للاستاد، فهمتني؟ احنا غلطنا، معناتها لازم نتحملوا مسؤوليه الغلطه نتاعنا. الجمهور ديما مع المكشخه، ديما الترجي ديما كبيره بجمهورها، بلا جمهور ديما كبيره. نتصور معناتها برود باهي، معناتها اللي بحكم على خاطر معناتها اللي قادوا طوال مده معناتها ما في التراف هذيا، ان شاء الله معناتها بالخساره الاخرانيه اللي كونتر ريتوارد وتصلح برشا حاجات. الترجي ديما قويه، راه بجمهور ولا من غير جمهور، الترجي ديما معناتها عندها فورس باهيه، عندها معناتها جواريت حلوين، جواريت باهيين. الفرجة في رادس مش كل فرجة في القاعة. على الأقل حكم القوية على الضعيف. هذيك هي الكاف، هذيك كيكة حبت عقبتنا، كيكة ظلمتنا ما نصفتناش، فهمتني؟ ظلمتنا قد ما حبت، إن شاء الله ربي في الوجود. أربع بوت في 5 دراج لعب سيونس دونتريمون هذايا ولا ماتش؟ والله قوة جماعية، الترجي ظهرت لي جماعية كبيرة، وفي كل وقت معناها تربح حتى 8-10 نورمال. فيسبوك أهم الترجي؟ لا أما جماعية بريمير ميتون ربح 5 بلاش. دونك سي بون، أفير كلاسي. نجم نقولوا ترجي ضمن الترشح نتاعها بالريزلتا هذايا؟ بالطبيعه ترجي ضمن الترشح نتاعها، تشوف ميتون الاول 5-0، ليكيبا الاخرى ضايعه فيها الجمله، تجي تلعب البلوك باش تلعب على الرجو ما تلقاش روحها، زوز بيلانتيات ليش اللي ضيع بيلانتي، عباره جريه واحد وجا الاول، هذيك ترجي وصلت فينال، معناها ليكيبات هذوما عاديه، سي نورمال باش تعديها هذه.
لا انا حبها فيناليست. ما نجم نقولوا شيء، حاجه برك نجم نقولها انه ترجي دوله مازال ما تعجبش بالقدا، على خاطر كالتي اللي مازالت لازم تصلح بالقدا. اما كثر جمعيه كبيره كيما مازامبيك كي الزمالك كي الاهلي لازم تتصلح بالقدا تالي. كان هذا رأي جماهير الترجي اللي تابعت في الأماكن العمومية وفي المقاهي مقابلة الترجي وأسفك البنيني. خليل، شفنا الجماهير في الشوط الثاني ما عادش تابع في المقابلة، لأن قال فم واحد من الجماهير قال لك أفير كلاسي، معناها الترجي انتصر بخمس أهداف، سجل خمس أهداف في أربع دراج، معناها ما عادش ينجم ينهزم في المقابلة هذه. لكن فما سؤال يتبادر لجل الملاحظين، يقولوا نجموش نحكموا على مردود الترجي في مقابلة كيما هكا، معناها خاصة في كأس ربيعة الأبطال الإفريقية، نعرفوا أن المنافسين الكبار مازال ما قابلهمش الترجي الرياضي التونسي. بالطبيعة مازال ما قابلهمش، أما فريق مش باش نحكيو على الاستعداد بتاع الترجي الرياضي التونسي في الفترة الحالية. الشامبيونز ليغ تبدا بروغريسيفمون، معناتها فريق وصل ترشح للدوزيام تور الشامبيونز ليغ عنده ما يقول قبل دور المجموعات. فوالا عنده ما يقول في روحه. دونك شوف الفريق هذا يا خليل ما عنده ما يقول في روحه. لا معناتها تحب ولا تكره ريبريزونتون تاع البنين. معناتها نحن نجم نقولوا زاد علاش ما نقولوش الترجي بدا بدايه طيبه للمباراه. لا بدا بدايه طيبه لكن بالنظر التواضع ممكن مردود المنافس. نجم يكون زاد الاسبيرونس هي اللي خلات المنافس متواضع. نحن عملنا اللي علينا في انتظار لقاء العوده. ولا ما يهمناش في الادفيرسير ضعيف مش ضعيف، نحن عملنا اللي علينا. ان شاء الله نكمل نخدموا على رواحنا باش نزيدوا نحسنوا النقائص نتاعنا. خليل نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم، ان شاء الله نتمنى وحظ سعيد لفريق الترجي التونسي في لقاء العوده مع الفريق اللي مش متواضع بالنسبه لك انت.